السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى عين الصقر ودائما عبر منصات الشبيبة. أهلا بكم في اليوم الأول من دور 16. اليوم بالتأكيد مباريات مهمة ومهمة جدا. التوقيت سيكون 6 توقيت الدوحة، 10 مساء، 7 توقيت مسقط، 11 بتوقيت مسقط. المباراة الأولى اليوم ستكون بين هولندا ضد الولايات المتحدة الأمريكية. بالتأكيد المنتخب الهولندي من حيث الخبرة هو الأكثر خبرة في التعامل مع هذه المباريات، وله تاريخ طويل، وربما هو سيكون أكثر ترشحا أو الأكثر حظوظا في الفوز بهذا اللقاء. لكن أيضا لا ننسى أن المنتخب الأمريكي يمتلك عناصر شابة قوية قادرة على المنافسة وتحقيق المفاجآت في مونديال المفاجآت الذي ما زال مستمر ويحمل الكثير، خاصة وأمس كانت مفاجأة أخرى وهي فوز الكاميرون على البرازيل. عموما المباراة الثانية اليوم في 10 مساء توقيت الدوحة، 11 مساء بتوقيت مسقط، دائما بين الأرجنتين وأستراليا. أستراليا مفاجأة البطولة الذي هي مرشحة عن آسيا بطبيعة الحال، والأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي الذي يحلم بتحقيق الكأس، كأس العالم، وإنهاء مشواره في الملاعب بأفضل صورة ممكنة. بالتأكيد الأرجنتين ستعتمد على التشكيلة القوية التي ظهرت في المباراتين الأخيرتين وتمكنت من الفوز على المكسيك وبولندا وحسمت صدارة المجموعة وتأهلت إلى الدور الثاني أمام أستراليا التي أيضا حققت نتائج ربما لافتة من خلال الفوز على الدنمارك خاصة وعلى تونس وصعدت إلى الدور الثاني رفقة فرنسا. عموما مباريات اليوم الأول ستكون مباريات كما قلنا فيها المتعة والإثارة والقوة. يوم أمس كان ختام دور المجموعات والختام شهد مفاجأة أيضا. المفاجأة كانت من هذه المرة كانت إفريقية من الكاميرون، ولكن ربما لو قرأنا في توقعات صامويل إيتور رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم قبل البطولة قال بأن الكاميرون ستفوز بكأس العالم، ربما كان يقصد الفوز على البرازيل على اعتبار أن الفوز على البرازيل يعتبر فوز على بكأس العالم لما يحمله المنتخب البرازيلي من سمعة عالمية كبيرة، وهو دائما المرشح الأول لأي بطولة يحضر فيها. وبالتأكيد كأس العالم ما زالت تشهد حضور برازيلي قوي رغم التعثر يوم أمس أمام الكاميرون بهدف فينسنت أبو بكر الذي جاء في الدقيقة 90، وهذا الهدف الذي ربما غير التوقعات كثيرا، ولكن البرازيل كانت قد حسمت بطاقة هذه المجموعة وتأهلت إلى دور 16. عموما الكاميرون ودعت البطولة بأفضل صورة ممكنة، وهو وداع إفريقي أيضا حزين إلى جانب غانا التي خرجت من هذا دور المجموعات بعد أن تلقت هزيمة من الأورغواي التي كانت تمني نفس بأن تصعد، وإن كان هناك عنوان فهي مباراة دمو لويس سواريس الذي كان يتمنى أن يحقق نتيجة إيجابية ويتأهل إلى الدور الثاني ربما في آخر بطولة يشارك فيها سواريس الذي يبلغ من العمر 35 عام الآن. لكن هذه كرة القدم وأحكام كرة القدم، وبالتالي ودعت الأورغواي وغانا أيضا، ولكن صعد ممثل آسيوي آخر وهو الممثل الثالث لآسيا بعد أستراليا اليابان كوريا الجنوبية التي تمكن من تحقيق الفوز على البرتغال بهدفين لهدف واحد. هذه مباراة كانت مباراة قوية، مباراة مثيرة حتى الدقائق الأخيرة، حسمها هوانغ تشان بهدف في الدقيقة الأخيرة من اللقاء. شاهدنا تصرف ربما يكون غير مقبول من كافاني الذي عند مغادرة أرضية الملعب بعد نهاية اللقاء قام بتدمير الشاشة الخاصة بالحكم، شاشة الفار الخاصة بالحكم الذي يلجأ إليها لمشاهدة الحالات. وربما أقول بأن هذه الحالة كانت حالة ربما ليست أخلاقية من كافاني، لكن هناك من يقول ركلة جزاء لصالح منتخب أورغواي لم يرجع لها الحكم في اللحظات الأخيرة. عموما ودعت المنتخبات وتأهلت منتخبات أخرى، منها منتخب على سبيل المثال منتخب سويسرا الذي يعني قدم مباراة كبيرة جدا يوم أمس وفاز على صربيا مرة أخرى بعد أن أقصاها في 2018 في روسيا، كرر إقصاء صربيا في 2022 في الدوحة، وكانت هذه المباراة هي عنوان رئيسي لأمور أخرى خارج الرياضة وهي لتشاكا خاصة وشيردان شاكيري
وهما من مواليد إقليم البوسنة، البوسنة اللي تعرض لمشاكل كثيرة من الصرب، ولذلك هما دائما رغم أنهم يلعبوا للمنتخب السويسري إلا أن الحنين للوطن الأم كان حاضرا دائما. حتى يوم أمس في 2018 تلقى بعض يعني العقوبات من الفيفا بعد أن رفع شعارات النسر المزدوج للعلم البوسني، لكن بذلك اتخذت الفيفا قرارات تلك الفترة بأن العقوبات لازم يجب أن تكون يعني من أجل أن تحد من هذه الظاهرة، ظاهرة استخدام السياسة في الرياضة. لكن الأمور أمور واضحة، المنتخب الصربي ودع البطولة والمنتخب السويسري وصل إلى دور 16 رفقة البرازيل. إذن هذا كل ما لدينا اليوم، تحية لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.